مرحبا. اليوم درسنا بعدنا بموضوع التشخيص المناعي وبعدنا بطريقة التشرب الغربي. اليوم بدنا نحكي بتفصيل أكثر عن طريقة التشرب الغربي. بدنا نفصل المراحل المختلفة تبعتها. بالدرس السابق حكينا عن مبادئ الطريقة، بداياتها، كيف تم تطويرها، التسمية من وين جاي إلى آخره، استعمالات الأولية تبعتها اللي بديت بالكشف عن بروتين البي 53. والدرس اليوم بدنا نفصل أكثر بالمواد المستعملة فيها، المراحل المختلفة لإلها. تفصيل مراحل عملية التشرب الغربي، في عدة خطوات، كل خطوة بدنا نبحث فيها، بعدين نشوف أفلام قصيرة اللي بتفرجينا الطريقة بشكل مفصل. فبالمرحلة الأولى بتم إعداد محلول من خليط البروتينات. هذا الخليط قد يكون مصدره من خلية معينة، من أنسجة خلايا، من سوائل جسم مختلفة، من مستنبتات خلايا. إذا كان مصدر الخليط هذا هو داخل خلوي، يعني الهدف كان فحص بروتينات موجودة بداخل الخلية، يجب بالبداية تحليل الغشاء الخلوي باستعمال ديترجنت مناسب. وبعد تحليل أغشية الخلايا يتم بالمرحلة الثانية عملية طرد عن المركز. في عملية الطرد عن المركز يتم ترسيب بقايا الأغشية، بقايا الخلايا والأقسام الكبيرة المكونة للخلية مثل مكونات النواة، جسيمات كبيرة، البروتينات، خليط البروتينات الداخل خلوية تبقى في السائل العلوي، وبالتالي يتم فصل السائل العلوي عن الراسب. عملية الطرد عن المركز هي عملية اللي فيها توضع أنابيب تحتوي على الأقسام الكبيرة الثقيلة اللي كتلتها كثافتها كبيرة، وعادة تترسب بشكل تلقائي، ولكن قد يأخذ عملية الترسيب فترة زمنية طويلة. فتأخذ هذه المحاليل ويتم وضعها بجهاز طرد عن المركز سنتريفوجا. هذا الجهاز يقوم بعملية دوران سريعة، فالقوة الطاردة عن المركز تؤدي إلى ابتعاد الجسيمات الثقيلة ذات الكثافة المرتفعة إلى خارج مركز الدوران، فتتجمع في طرف الأنبوبة، وبينما السائل والبروتينات المذابة بداخله تبقى بداخل السائل، وعندها يتم فصل هذا السائل بالترشيح عن المكونات الصلبية التي ترسبت في عملية الطرد عن المركز. في الخطوة الثالثة يتم إعداد خليط البروتينات للفصل بالجل الإلكتروفوريزا. إذن بعد ما حصلنا على سائل محلول يحتوي على خليط من البروتينات مذابة بداخل هذا المحلول، نقوم بإعداد هذا الخليط، وهدف عملية الإعداد هو أن تتحرك البروتينات في داخل الجل الإلكتروفوريزا بالسرعة تتعلق بكتلتها فقط. وكيف ذكرنا بالجل الإلكتروفوريزا؟ لأنه يتم تشغيل مجال كهربائي، فالبروتينات مثل الـ DNA والـ RNA تتحرك من خلال خيوط الأجر اللي هي بوليمرات الأجر المتماسكة مع بعض، وتحتوي بداخلها على ثقوب صغيرة. هذه البروتينات تتحرك بداخل هذه الثقوب، وسبب حركتها هي أنه وضعناها بمجال كهربائي، فهي تتحرك في هذا المجال الكهربائي بسبب شحنتها، لأن البروتينات مشحونة، والمجال الكهربائي يوجد فيه طرفين، قطب موجب وقطب سالب، فالبروتينات المشحونة بالشحنة
السالبة تتحرك باتجاه القطب الموجب، والموجب يتحرك بالقطب السالب، وسرعة حركتها تتعلق أيضا بمقدار الشحنة الموجبة والسالبة الكلية الموجودة على هذه البروتينات. بالإضافة لذلك فإن حركتها تتعلق أيضا بحجم هذه البروتينات، كلما كان حجم البروتينات أقل فسرعة حركتها ستكون أسرع. والعامل الثالث الذي يؤثر على حركة هذه البروتينات هي المبنى الفراغي، حيث أن بروتينات متكتلة على بعض تتحرك بسهولة أكبر رغم أن كتلة المدارية قد تكون مرتفعة، من بروتينات اللي ماخذة مبنى فراغي اللي فيه انطواءها على حالها يكون أقل. فمنع للحصول على حركة تتعلق سرعتها فقط بكتلة الكتلة المولارية لهذه البروتينات، يجب أن نتخلص من تأثير الانطواءات لهذه البروتينات، المبنى الفراغي الذي تعطيه الانطواءات هذه البروتينات، ويجب أن نحصل على شحن ثابت لكل أنواع البروتينات الموجودة عندنا. ولهذا الهدف يتم تخسير البروتينات بدرجة حرارة 95، حيث يتم تفكيك الأربطة الفيزيائية التي تربط المجموعات الكيميائية المختلفة وتعطي للبروتينات الانطواءات التي تشكل المبنى الفراغي لهذه البروتينات. وفي بدرجة حرارة 95 يتم التحليل هذه الأربطة. بالإضافة لذلك يتم استعمال مادة البيتا ميركابتو إيثانول، وهي مختزل يفكك أربطة الديسولفيد التي تساعد على تشكيل المبنى الفراغي للبروتينات، فيؤدي ذلك إلى التخلص من الانطواءات لهذه البروتينات. وبالإضافة لذلك تضاف مادة SDS وهي صوديوم دوديتسيل سلفات، وهي مادة تعطي للبروتينات شحنة سالبة واحدة لكل أنواع البروتينات. وبهذا الشكل نتخلص من تأثير المبنى الفراغي للبروتينات على سرعة حركة هذه البروتينات بداخل الجل آجر، نتخلص من الاختلافات بين في شحنة البروتينات المختلفة، ويضاف أيضا للجل مادة البي بي بي وهي البروموفينول بلو التي تعطي لون أزرق نتيجة لارتباطها في البروتينات، وبالتالي يمكن متابعة حركة هذه البروتينات بالعين المجردة لأنه هذه البروتينات يصبح لديها لون، فنرى الأشرطة خلال حركتها بالجل إلكتروفوريزا كأشرطة ذات لون أزرق، وبالتالي ممكن وقف عملية الجل إلكتروفوريزا عند وصول أول شريط له لون أزرق إلى طرف قطعة الجل، وهو الشريط الذي يحتوي على البروتينات التي لديها أصغر كتلة مولارية. في الخطوة الرابعة تنفذ عملية فصل خليط البروتينات بالجل إلكتروفوريزا، فيتم وضع خليط البروتينات بداخل حفرة بالجهة القريبة للشحنة السالبة على قطعة الجل آجر، وتبدأ البروتينات التي فقدت مبناها الفراغي وأصبحت مشحونة بنفس الشحنة السالبة بالتحرك باتجاه القطب السالب، وسرعة حركتها تتعلق بكتلة هذه البروتينات، فالبروتينات الأقصر تتحرك بسرعات أكبر وتتقدم أسرع، البروتينات الأطول تتقدم أبطأ، وهكذا تتكون على قطعة الجل أشرطة، كل شريط من هذه الأشرطة يحتوي على بروتينات لها نفس الطول. مبين لدينا في الرسم في الصورة جهاز جل إلكتروفوريزا حقيقي، ونرى
بداخل هذا الجهاز الأشرطة الزرقاء الناتجة عن ارتباط المادة الصابغة التي تصبغ البروتينات، وكل البروتينات بصبغة بلون أزرق، وبالتالي كل شريط من الأشرطة الناتجة يكون ما مصبوغ باللون الأزرق. وكما نرى فإن قطعة الجل تكون موصولة بإلكترودة موجبة وإلكترودة سالبة موصولة إلى مصدر كهربائي. في الخطوة الخامسة نقوم بعملية تشرب لجزء من البروتينات المكونة الموجودة على الأشرطة المختلفة في قطعة الجل إلكتروفوريزا، وعملية التشرب تتم على غشاء أو ممبرانة من مادة النيتروسيلولوز أو PVDF، وهي مادة بوليمرية معينة، وتتم عملية التشرب بإلصاق الغشاء أو الممبرانة على سطح الجل إلكتروفوريزا بعد انتهاء عملية الإلكتروفوريزا. ونتيجة لعملية الإلصاق هذه تنتقل جزء من البروتينات المكونة للأغشية المختلفة على قطعة الجل من الجل إلى الممبرانة، وللمساهمة في عملية الانتقال يوصل إلى قطعة الممبرانة قطب سالب وإلى قطعة الجل قطب موجب، مما يساهم في انتقال، طبعا العملية عكسية هنا، هاي قطعة الجل وهذه الممبرانة أو الغشاء، فالقطب الموجب يوصل إلى الغشاء والقطب السالب يوصل إلى الجل، فتبدأ جزيئات البروتينات بالانتقال من الجل إلى الممبرانة، وبالتالي تنتقل جزء من هذه البروتينات ويتكون على الممبرانة أشرطة مطابقة في مواقعها للأشرطة الموجودة على قطعة الجل وتحتوي على جزيئات البروتينات. في الخطوة السادسة يتم إغلاق مناطق الارتباط على الغشاء، حيث أن الغشاء هو مادة بوليمرية تحتوي على سطحها على مناطق ارتباط للبروتينات، فيتم إغلاق مناطق الارتباط التي لم ينتقل إليها البروتينات ببروتينات محايدة أو بروتينات خاملة كبروتينات الـ BSA لمنع إمكانية ارتباط بروتينات أو أجسام مضادة أخرى لهذه المناطق خلال عملية متابعة عملية الفحص. الهدف في منع إمكانية ارتباط الأجسام المضادة المستعملة في الكشف عن البروتينات المطلوبة في مواقع موجودة على الغشاء الممبرانة، لأن الأجسام المضادة المستعملة في عملية الفحص بالمرحلة التالية هي عبارة عن بروتينات يمكن أن تلتصق على الغشاء من النيتروسيلولوز أو PVDF بمواقع رابط لبروتينات، وعندها لا يمكن أن نحدد الموقع الخاص الذي ارتبط فيه الأجسام المضادة بالبروتينات المطلوبة، لأن في هذه الحالة الأجسام المضادة ستغطي كل الغشاء، فلمنع ذلك يتم تغطية الغشاء ببروتينات محايدة تمنع ارتباط الأجسام المضادة بالمناطق هذه من الغشاء. المرحلة التالية هي تعريض الغشاء لعدة ساعات لمحلول يحتوي على جسم مضاد أولي ضد البروتين المطلوب، فيرتبط هذا الجسم المضاد الأولي الذي موجه لمحدد أنتيجيني معين على هذا البروتين، يرتبط هذا الجسم المضاد الأولي بالبروتين الموجود على الغشاء، وهذه العملية تحتاج لوقت، وبالتالي نعطي هذه العملية عدة ساعات لإنجاحها.
تعريض الغشاء لجسم مضاد ثانوي موجه ضد الجسم المضاد الأولي وموصوم بطرفه FC بإنزيم يعطي عند ارتباطه بالسبسترات المناسب لون. فهذا تعريض الغشاء لمحلول يحتوي على هذا الجسم المضاد الثانوي يؤدي إلى ارتباط الجسم المضاد الثانوي بالجسم المضاد الأولي بموقع ارتباطه بالبروتين المطلوب. في المرحلة التاسعة يتم تعريض الغشاء لسبسترات مناسب للإنزيم الموجود على الجسم المضاد الثانوي، فينتج عن عمل هذا الإنزيم على السبسترات لون بموقع وجود البروتين المطلوب على ورقة الترشيح أو الغشاء، وبالتالي نستطيع أن نتعرف على الشريط الذي يحتوي على البروتين في الجل إلكتروفوريزا وفي ورقة الترشيح. وكلما كان تركيز هذا البروتين أعلى سيرتبط به أجسام مضادة أولية أكثر، وبالتالي سيرتبط في الأجسام المضادة الأولية أجسام مضادة ثانوية أكثر، وبالتالي سيرتبط سبسترات أكثر وينتج لون أقوى، وبالتالي شدة اللون ستتناسب طرديا مع كمية أي تركيز البروتينات المطلوب تحديد وجودها وتركيزها في الخليط الأصلي. يمكن مشاهدة هذا فيلم يصف العملية. Western blotting part 1 protein isolation. In this animation we will introduce you to an experimental technique called Western blotting. Western blotting is a technique that allows researchers to detect changes in a particular protein of interest, such as changes in concentration, addition or subtraction of small chemical modifications, and changes in interactions with other proteins. In the Western blotting procedure, proteins are first isolated from the rest of the cell's components. To extract proteins from cells, researchers use chemical-based and/or physical-based methods to disrupt the cell's plasma membrane and release the proteins inside it. Chemical-based lysis uses various types of detergents to make proteins accessible. For example, weak detergents are used to extract water-soluble proteins inside the cell without disrupting intracellular membrane compartments. Strong detergents are able to solubilize or make available the proteins found within all membranes. Following lysis, cells and their contents. إذن شفنا كيف إذا كان البروتين داخل خلوي يجب استخلاص هذا البروتين من الخلية، وبالتالي يجب استعمال ديترجنت مناسب يحل الغشاء الخلية ويؤدي إلى خروج تشكيلة البروتينات الداخل الخلوية بما فيها البروتين المطلوب. لاحقا يتم عملية الطرد عن المركز. جهاز الطرد عن المركز ترونه في الفيلم هون. This results in an aqueous supernatant, which contains solubilized proteins, and a pellet, which contains. فإن المحلول بعد إخراجه العينة بعد إخراجها من جهاز الطرد عن المركز تحتوي على راسب اللي هو بقايا الخلايا وعلى محلول علوي الذي يحتوي على خليط البروتينات المطلوب. Membranes, organelles, nucleic acids, and any remaining insolubilized proteins. The supernatant, now called a protein lysate, is separated from the pellet to use for Western blotting. The most common type of protein lysate that researchers prepare is called a whole cell lysate. المحلول في السائل العلوي يحتوي على خليط من البروتينات مختلفة، أحدها هو البروتين المطلوب الكشف عنه. وبالتشرب الغربي الهدف هو الفصل ما بين هذه البروتينات وتشخيص البروتين وجود البروتين المطلوب الكشف عنه مع إمكانية تشخيص تركيزه. سنتابع الفيلم بعد استراحة مدتها 10 دقائق اللي من خلاله رايحين نراجع بشكل مفصل عملية التشرب الغربي.
استراحة 10 دقائق.
إذن منتابع بالفيلم القصير عملية الـ Western Blotting أو التشرب الغربي. بعد ما استخلصنا خليط البروتينات من داخل الخلية إذا كان الهدف فحص بروتين موجود بداخل الخلية وفصلهن بعملية الطرد عن المركز، حصلنا على خليط من بروتينات موجود بالسائل. من هون بنبدأ عملية التشرب الغربي. Two other commonly prepared types of lysates are nuclear and cytoplasmic lysates, which contain only nuclear and cytoplasmic proteins respectively, often prepared to study the regulation of protein localization to these two compartments. A fourth commonly used lysate type is an immunoprecipitate, or IP. An IP is performed to identify and detect proteins that may interact with a protein of interest. هون بدنا نشوف كيف الترسيب المناعي بيتم. اميونو بريسيبيتيشن اللي شرحنا عنه كمان، بالترسيب المناعي اجسام مضاده بتكون مرتبطه لكريات بوليمريه صلبه، الاجسام المضاده هي بتكون تخصصيه للارتباط بالبروتين المطلوب، ف عند ادخالها للمحلول اللي بيحتوي على خليط البروتينات ترتبط بالبروتين المطلوب وترسبه إلى الأسفل وبالتالي يتم فصله عن خليط البروتينات. To form an IP, the protein of interest is isolated from a protein lysate by the addition of an antibody that specifically recognizes the protein of interest, followed by a secondary antibody conjugated to beads used to precipitate the protein antibody complex out of the lysate solution. In this manner, the researcher isolates the protein of interest along with any other protein or proteins with which it interacts physically. Cell lysis disrupts the carefully controlled cellular environment. This can cause the unwanted addition of protein modifications, protein unfolding, or degradation by allowing certain enzymes involved in these processes to have unregulated access to their targets. To prevent unwanted modifications, unfolding, and degradation, lysis is performed at a low temperature and in the presence of various enzymatic inhibitors. Western blotting can be divided into two phases. In the first phase, proteins are loaded onto a gel and separated from one another using an electrical current during polyacrylamide gel electrophoresis, or PAGE. Then, in the second phase, the separated proteins are transferred onto a membrane, and the protein of interest is visualized using a protein-specific antibody. In the next section of this animation, we will take a close. وكيف منشوف هون بعد ما أخذنا خليط البروتينات بتم فصل البروتينات عن بعض بالجل الإلكتروفوريزا، حيث يتم وضع الخليط على قطعة الجل. وصل قطعة الجل لمصدر طاقة اللي بينتج مجال كهربائي، البروتينات تبدأ بالتحرك من القطب الموجب للقطب السالب بطريقة الـ STS. نتابع بس لآخر الفيلم وبعدين. Closer look at polyacrylamide gel electrophoresis or PAGE. إذن المرحلة الثانية هي عملية الفصل كيف بتتم على قطعة الجل. فبدنا نشوف كمان فيلم قصير اللي فيه وصف للعملية نفسها. Electrophoresis. The goal of polyacrylamide gel electrophoresis, or PAGE, is to separate proteins within a protein lysate according to size, shape, and or charge. To accomplish this, protein lysates are loaded onto a gel matrix. The matrix is made up of holes through which proteins can pass. The smaller the protein, the faster it will pass through the holes in the gel matrix. The bigger the protein. إذن كيف شفنا هون على قطعة الجل اللي مكونة من بوليمرات متشابكة مع بعض، جزيئات بوليمرية متشابكة مع بعض، تتحرك خيوط البروتينات بسرعة تتعلق بكبرها، بحيث انه هاي البروتينات عم تتحرك من داخل المسامات الموجودة بين هاي الخيوط البوليميرية بداخل الجل، وبالتالي كل ما كانت هاي البروتينات اكبر كل ما كانت سرعة حركتها بداخل هذا الجل ابطأ. The longer it will take to go through the gel matrix.
To form a gel matrix, a catalyst and polymerizing agent are added to a liquid solution containing two different acrylamide compounds, acrylamide and bisacrylamide. The catalyst and polymerizing agent accelerate the formation of long, single-chain polymers of acrylamide in the solution. Gel formation requires the presence of bisacrylamide, which crosslinks two polyacrylamide molecules together, forming a microscopic matrix or mesh through which proteins can pass. هنا كيف شفنا كيف بتم تكوين البوليمرات ومن ثم تصل تشابكها مع بعض بطرق كيميائية. طبعا مش بحاجة احنا نتعمق بهذا الموضوع عشان هيك انا ما شرحتوش. The size of the spaces created in the gel matrix is inversely correlated with the amount of acrylamide used in the starting gel solution. A lower percentage of acrylamide in the starting gel solution results in larger spaces in the polyacrylamide matrix and greater separation of large proteins. For resolving smaller proteins, a higher percentage of polyacrylamide in the starting gel solution is used, resulting in smaller spacing in the matrix and better separation of low molecular weight proteins. الشغلة الثانية اللي مهمة ننتبه لها هي تركيز المادة المستعملة لتحضير البوليمير. بحالة مثل الموت هون المادة المستعملة لتكوين الجل هي أكريل أميد، بحالة الجل أجر هو الأجروس. فتركيز المادة اللي بتكون البوليمير يحدد مدى الفراغات الموجودة بين الخيوط البوليميرية وبالتالي مدى صعوبة حركة الجسيمات الكبيرة والصغيرة. فمثلا بتركيز 7.5% أكريل أميد الجزيئات الصغيرة تحركت بسرعة ولم يحدث فصل تقريبا كبير بيناتهم كيف احنا ملاحظين، لأنه المسامات بين خيوط البوليميرات المتكونة كانت كبيرة نسبيا ل حجم هذه الجزيئات الصغيرة، فالجزيئات الصغيرة تحركت دون عائق تقريبا وبالتالي تحركت تقريبا بسرعات متشابهة. وكما نرى فإن البعد بين الخيوط الملائمة للجزيئات الصغيرة كانت قليلة، بينما الجزيئات الكبيرة كانت تتحرك بإعاقة معينة ناتجة عن المسامات الموجودة بالجل، بينما في حال استعمال تركيز أكريل أميد مرتفع فإن إعاقة حركة الجزيئات الكبيرة تكون الجزيئات الصغيرة تكون أكبر وبالتالي سرعة حركتها تكون أقل وبالتالي تتحرك بسرعة أبطأ، وبالتالي أيضا الجزيئات الكبيرة تتحرك بسرعة أبطأ، ونتيجة الحركة الأبطأ فإن الفصل بين الجزيئات الصغيرة يكون أكبر ولكن الفصل بين الجزيئات الكبيرة يكون أقل، لأن سرعة حركتها البطيء جدا يؤدي إلى أنه الجزيئات الكبيرة لا تقطع مسافة كبيرة خلال حركتها وبالتالي لا يحدث الفصل المناسب فيما بينها. وبالتالي تحضير الجل إن كان بهاي الحالة الجل المكون من أكريل أميد أو الجل أجاروس يتم بتركيز أكريل أميد تناسب كبر الجزيئات البروتينية الموجودة في الخليط، وهذه بالتالي يجب أن تكون لدينا معرفة مسبقة بكبر هذه الجزيئات، أو أنه من خلال التجارب في إذا نفذنا تجربة أولى شاهدنا أنه الفصل لم يكن مناسب فيمكن رفع تركيز الأكريل أميد للحصول على فصل أفضل. In PAGE, the gel solution containing the acrylamide compounds, catalyst, and polymerizing agent is prepared and quickly poured between two plates anchored vertically in a cassette. A small plastic comb is placed at the top to create wells where the protein lysates can be loaded. As the liquid solution hardens, a flexible, thin gel forms between the glass plates. Once the gel completely polymerizes, the gel cassette is inserted into a chamber, which contains... كما شاهدنا تم تحضير الجل من الأكريل أميد ومن ثم أحدثت بطرف قطعة الجل ثقوب حيث سيتم
حقن العينات التي نريد فحصها، ومن ثم تم وضع قطعة الجل بجهاز خاص يحتوي بداخله على سائل مناسب وموصول لمصدر طاقة، حيث يشكل مجال كهربائي بحيث أن القطب السالب يكون في أعلى الجل والقطب الموجب في أسفل الجل. Buffer to allow the conduction of current through the gel, with a negative electrode positioned at the top of the gel chamber and the positive electrode positioned at the bottom of the chamber. Several forms of polyacrylamide gel electrophoresis, or PAGE, exist. The two most commonly used are 1, non-denaturing or native PAGE, and 2, denaturing or SDS PAGE. In non-denaturing or native PAGE, proteins retain their native folded state and separate in the gel matrix according to their native net charge, mass, and shape. A protein's overall electric charge is determined by the charge of its individual amino acids and the charge of any additional chemical modification. The more negatively charged the protein is, the faster the protein will migrate through the gel matrix towards the positive electrode. Since proteins retain their native folded state when running a native PAGE, their mass as well as their shape will also impact their migration through the gel matrix. في عملية الجل إلكتروفوريز العادية يتم الحفاظ على الشحنة الحقيقية الأصلية للبروتينات وعلى المبنى الفراغي لهذه البروتينات، وبالتالي عملية الفصل تتأثر بالشحنة، شحنة البروتين، الكتلة المولارية للبروتين وشكل البروتين، حيث أن الشحنات الموجبة تتحرك باتجاه القطب السالب، والشحنات السالبة تتحرك باتجاه القطب الموجب. كبر الكتلة المولارية للجزيئات تعيق أو تقلل من سرعة حركة هذه الجزيئات، والشكل يوجد إمكانية لشكل متطاول البروتينات مبنى فراغي، وهذه البروتينات التي لديها مبنى فراغي متطاول تتحرك أبطأ بداخل الجل من البروتينات التي لها مبنى كروي. Small, compact proteins will migrate faster through the gel matrix, while large or elongated proteins will migrate more slowly. Therefore, native PAGE can be used to assess the addition of a charged chemical modification, the binding of additional molecules or proteins, and a protein's quaternary structure. In a denaturing gel, proteins are assessed in a denatured or unfolded state and separated in the gel matrix according to their mass only. To accomplish this, sodium dodecyl sulfate, or SDS, an anionic detergent, is added to denature proteins and uniformly. ما في طريقة ال SDS جل إلكتروفوريزا، تستعمل المادة SDS التي تحول الشحنات على البروتين إلى شحنات سالبة، فتصبح شحنة البروتين كل البروتينات في الخليط سالبة. وبالإضافة لذلك، في طريقة الـ SDS جل إلكتروفوريزا نقوم بتخثير البروتينات وفقدانه لمبناه، وبالتالي العامل الوحيد الذي سيؤثر في هذه الحالة على سرعة حركة هذه البروتينات هو الكتلة المولارية لهذه البروتينات. This means that proteins with similar mass but different shapes migrate at similar rates in an SDS PAGE. By the same token, proteins with similar mass but different overall charges also migrate through the gel matrix at comparable rates. This property of SDS PAGE makes it particularly suitable for assessing changes that affect the mass of a protein, such as covalent modifications or changes in protein expression. During SDS PAGE, SDS is added to the gel solution, protein samples, and running buffer to ensure that proteins remain negatively charged and unfolded throughout the procedure. For the rest of this animation, we will use SDS PAGE to illustrate subsequent steps in the Western blotting procedure.
Before running a polyacrylamide gel, researchers need a way to easily load the protein samples into the wells, which are immersed in running buffer, and monitor the proteins as they migrate through the gel since proteins are mostly colorless. To do this, a dye solution called sample buffer is added to the protein lysates. Sample buffer contains an additive such as glycerol, which makes the sample buffer denser than the surrounding running. كما نرى هنا يتم حقن بداخل الثقوب التي أحدثت بالجل عند تحضيره عينات من المحاليل التي تحتوي على خليط البروتينات. عادة يضاف لهذا الخليط كاشف لون يعطي للبروتينات لون أزرق، وبالتالي يمكن متابعة حركة الأشرطة المختلفة على قطعة الجل. Causing the samples to sink to the bottom of the wells rather than mixing with the surrounding buffer. Sample buffer also contains a negatively charged dye, typically bromophenol blue, used to monitor the progress of electrophoresis. Tracking or loading dyes, as they are often referred to, have low molecular weights and migrate ahead of most proteins within the protein. إلى اليسار يوجد سلم أطوال، وسلم الأطوال مكون من جزيئات لها أطوال معروفة، وهي تشكل مقياس لكبر البروتينات التي بمساعدتها يمكن قياس كبر البروتينات. ممكن استعمال في مثل في هذه الحالة مادة تعطي لون أزرق لا ترتبط بالبروتينات، ولكن يمكن بمساعدتها متابعة تقدم الأشرطة المختلفة، حيث أن هذه المادة يكون لها كتلة منخفضة فتتحرك أسرع من باقي من خليط البروتينات، وعند وصول المادة الزرقاء إلى طرف الجل نوقف العملية لمنع تجمع خليط البروتينات ثانية في الطرف الآخر من الجل. Once the protein lysate and sample buffer mixture are ready, the protein samples are heated in sample buffer for a short time to facilitate protein unfolding for SDS page. In addition, sample buffer contains beta-mercapta ethanol and DTT to disrupt disulfide bonds, further assisting in protein unfolding by disrupting quaternary structure. To assess the molecular weight of a protein after gel electrophoresis, a sample, called a protein ladder, containing several pre-stained proteins of known size is loaded and run along with the experimental samples. The use of protein ladders with pre-stained proteins increases visibility and facilitates monitoring of protein migration through the gel. After loading the protein lysates and ladder, the gel is run by connecting the chamber to a power supply. Once protein samples have been run and separated through gel electrophoresis, the gel may be stained to visualize the separated proteins directly or processed further for Western blotting. في نهاية الأمر يمكن الكشف عن وجود الأشرطة المختلفة التي تحتوي على البروتينات بتوجيه إضاءة مناسبة إذا ربطت هذه البروتينات بكواشف خاصة أو يتم عملية التشرب. وسننهي حديثنا في هذا الدرس في هذه المرحلة. في الدرس القادم سنتابع شرح موضوع التشرب الغربي مع حل أسئلة عن الموضوع. إذن إلى اللقاء بدرسنا القادم، شكرا لإصغائكم.